كانت فين تكونوا بغيره كل سنين نقولها تبقى وحده يا صاحبتي عاودي واحد جوج ثلاثه السلام عليكم كنتم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم كنصف بوليزاريو لا اختي بيس اند لوف سمعتوها بيس اند لوف فيكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم بغينا نقول لكم ولا بغيت نقول لكم بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد ويدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله وباش ما تمنيتو امين يا ربي صافي كملت لك شي جمله كملتي المهم سير يلا كملي المهم اليوم ان شاء الله قررنا باش نديروا لكم التحضيرات ديال العيد ماشي تحضيرات صحاب لكم عندنا المهم غير شي حاجه بغيت نشاركها معكم داك الكوكيز اللي صورت لكم من ديك النهار يعني غير في شي سينيماتيك يعني داكشي داز دغيا ولكن صراحه ضقتو عجبني جات شي حاجه زوين صحي بالنسبه للكبار وبالنسبه للدراري الصغار وبغيت نشارك معكم هو اللي غادي ندير لهم في العيد فقط هادشي هو اللي كاين بجد دوزي معايا العيد مرحبا ما بغيتيش بلاش لا اختي انا يعطيني غير حقي نمشي يا لطيف يا لطيف المهم بلا ما نطول عليكم خليكم معنا باش تشوفوا المقادير ومع شو واحد فارق كتضر لينا هنايا ضروري حيت مشيت تسباني اجرينا عليها ضروري باش نحب يونس خليته في الصاله صدرته وجيت انا سيري دابا رجعي عند يونس باي باي المربيه المهم في المقادير كنحتاجوا 300 غرام ديال الشوفان ولكن من شرط يكون هذا الشوفان الرقيق عندنا اللوز القرقع فينا هو اللوز ولا القرقع المهم هرمشين بجوج عندنا الشوكولات ديال الكاكاو عندنا الشوكولات العادي الزريعه ديال القرعه نص كاس ديال سنيده ليمون معسل وعندنا كاس ديال الدقيق باقي غادي نزيدو الزيت غير تنساني هادو باش نعبر لكم بالزيت بغيت نسول واحد الحاجه عافاك هاد الليمون المعسل فين كيتباع هاد الليمون المعسل شريته عند مول الحلوه ولكن يمكن لك تصايبي تشدي ليمونه وتعسليها مع سكر سنيده اوكي شكرا العفو حبيبه نزيدو كاس ديال الدقيق فوق هاد الشوفان هذا وغادي نخلطو بلا ما نخلطو دابا نخلطو من بعد نزيدو حتى سنيده المهم هاد العمليه كيقول ليها نخلط النواشف عاد نزيدو عليها فوازن فوازن دابا درتي الدقيق وسنيده الدقيق وسنيده اللي ما بغاش يدير هاد يعني هاد الدقيق يدير الدقيق ديال القمح مثلا ديال القمح راه مخاله حتى هي زوينه صافي من بعد غادي نزيدو كاس لارو ديال الزيت تعلمي باش مابقايش تقولي لي جي طيبيه الحلوه صافي تعلمت كنهان وغادي نخلطوا المكونات انتي ما خدامهش ليا الله ما بنادم يخلط بيديه غسل يديه مزيان ويخلط يدي مغسول نسمحوا لنا ودي على الصبغه هذه ما عرفتش علاش دايره اصلا المهم كتبسبسي هذاك كتبسبس داك الدقيق وداك صافي انا نخدم وانت هضري صافي اه شتي حيت عرفتك غتنسي ديك التبسبيسه كيف ما كنديروا السميده فاش كنبغوا نبسبسوها ولا الطعام ولا ايه من بعد ما سالينا من عملية ديال التبسبيس وارا عندك التبسبيس كنزيدوا اللوز والقرقاع حنا بغينا نهرمشوه ما عرفتش علاش تطحن بزاف خصو ما تهرمشوش المهم الكميه اللي بغيتو بقيت كنخلط بيدي كنزيدو الزريعه ديال القرعه هادشي كلشي راه كيتباع مول الحلوه هادي راه ما تبغيش رينا هاد الزريعه تي سكاجا هاديك الزريعه كتباع هكا كعند موالين الحلوه اييه ويني كبيره يا اختي شوفي شحال خرج ليا تبارك الله خرجت كميه كبيره كنزيدو الشوكولاط هذا الشوكولاط المر بات بكل يا لطيف بعد كنزيدو الليمون معسل وغادي نخلطو كلشي يمكن لكم تزيدو الزبيب يمكن لكم ديرو زريعة الكتان حتى هي كتجي زوينه يا سلام انا ما كتعجبنيش يعني كل واحد شنو بغى اي ديروا هاد المكسرات من النوع اللي بغيتو اللي يعجبكم بحال نهار فقاس زايره غاد الكيرا غيتجمع صافي ابتسام دابا باش نجمعوش والله ما نعرف
قالت لك قالت لك هذيك سميتو شنو تصاوبي كوكيز وكي غيدير تجمع داك بالماء ولا اش باش اختي ما نعرف بلاتي نشوف تجمع 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 لينا ما بغاش يتجمع ما بغا ايه شوفي تبارك الله شي كثير ما حقي تما صبعي تما اختي هذا راه بغيت نشد به الطريق فين غدا غدا نسافر يا المهم من بعد كنزيدو كاس لارو ديال الماء وين الماء اخي حيت راه الماء ولا يجمع ليناش كاس الا ربع من الماء ولكن هذا ما بانيش يجمعوا كاس ديال لارو ديال الماء غادي تزيدي حيت عندي كميه كبيره سيداتي سادتي كنبقاو نكورو ونعطيو العور ونديرو خبيزات باش نلقى هاد الكادر هاكاك شكرا اخت الهام العفو حبيبه هذا واجب الله يودي المهم كنديرو كويرات ومن بعد كنبسطهم كيوليو بحال كوكيزات سمحي لي يلا كتبغي تهضر كنحبسها لا ماشي هكاك بغيت انا نقول لهم حيت قبيله درنا كاس ولكن الكاس اللي درنا حنايا راه ما عمرناش كاس ديال العنبه يعني صغير هذا صغير عمرت الكاس الا عندكم ديال العنبه غتعمروا كاس الا ربع كاس الا ربع إيه. بالنسبه لذاك القوام اللي عطاتكم باش تزيدوا القوام راه غتزيدوا الماء زيد الماء زيد الدقيق صافي من بعد كيف قالت لكم ابتسام كنكوروهم كنحطوهم في الطاوله تكونوا دايرين ليها بابي كويسون او ورق الزبده من بعد كتقرصوهم يكونوا رقاق بحال هذا الشكل هذا كايبه اليوم انا نقرب لهم بحال هكا يكونوا رقاق ايوا صافي من بعد غادي نكملوا اللاطه كلها وندخلوها للفران ندوزو للحلوة الثانية الحلوة الثانية اللي غنصيبها غنشوفو كي غطلع يلا سير كم تصوار زربتي عليا ما صايب زيبي اختي ايوا من بعد ما ساليت انا الكوكيز ديالي غادي ندوزو الوصفة الثانية اللي غنصيب انا الحلوة الثانية اللي غتصيب ابتسام عطينا مصفقة هاد الحلوة والله هي وين عقل عليك لا لا غير صدقت الله من الصبيعات عقلتي ضرب الضوء هاد الطبيعات الطبيعات فين سمعت هادي في عبوشة الدويبة اييه هاد الطبيعات قبل ما نطولوا عليكم يلا نشوفوا اش غدير المهم اخوتي جاوبت نوبتي باش ندير لكم انا واحد الحلوه سهله اللي اصلا نقلتها منها طبيعه الحال حيت انا ما عنديش مع الحلويات ما عنديش مع هادشي عندي غير مع بسطيله وديال البيبي وبالبصلة المهم كنحتاجو سهلة والله سهلة كنحتاجو واحد المارغرينة رابعة ديال المارغرين كنحتاجو كاس ديال ديال سنيدة كاس ديال الزيت واحد صاشية ديال بيكين باودر ولا اش كيقول لها هذه خميرة خميرة حمراء مع انا جاية من الهيه داكشي علاش المهم غادي نبداو على بركة الله غنشدو هاد المارغرينة اللي ضربناها بالمدلك باش تولي رطبة بحال هكا غادي نزيدو عليها السكر وغادي نخلطوها مزيان حتى يندمجو العناصر وعاد غنزيد الزيت مرحبا رجعوا لك فاصل ونواصل فاصل ونواصل ندوز واحد الاشهار ديري واحد الاشهار دابا المهم ندمج الخليط كيفما كتشوفوا غادي نزيد الزيت سمحوا لنا على المشهد حيت انا ديك المهم لقات فيك انت بصح في هذيك المهم خايبه المهم غنحاولوا المهم غادي نحاولوا ندخلوا الزيت حتى هو مع الزبده وسنيده حتى هو من بعد يلا لا ويلا لا غادي نزيد واحد بيكين باودر وندير الدقيق وما نساوش الكاكاو حيت بغينا نكحلوا القضيه بغينا نكحلوها سيداتي مهم المهم الحركة انا كنكب نتوما كبوها كيفما بغيتو نحركو شويه
وغندير نضيف الدقيق حسب الخليط. المهم في عينك ميزانك اختي سير بس هكا بركة سبعة مزيان. وما ننساوش الكاكاو حتى هو خصنا نديروه ضروري. والكاكاو المر كاكاو المر يا راه قلت لهم كاكاو صافي راه باين واش كاكاو مر صح في الحلو. جيبي لي معلقه قال لي ديروا هي اولا ما شنو غنعمل باش غير نبقى نحيد هذه ابون ابون بون. المهم اخوتي غنتسناو ابتسام تجمعينا هذا الخليط العجيب ديالها ونوليو لكم هانتوما معايا هانتوما. المهم كيف ما كتشوفوا درنا من بعد ما زدنا الدقيق وتجمعات لنا العجينه زدنا كاوكاو الكاكاو الكاكاو المر كورناها على هذا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا. وتقدروا ديروهم كبار تقدروا ديروهم صغار صافي غادي ندخلوهم الفران ما غنقرصوهم ما والو هكا غيبقاو وغندخلوهم الفران تيطيبوا ونرجع معكم. طابت لينا الحلوه ديالنا كندهنوها غير من الفوق بالكونفيتير ديال المشمش من بعد كنديروا ليها الفيرميسين واي يعني اي وحده تحرقات لكم يمكن لكم تحكوها حتى شي حاجه ما غادي تضيع. هذه هي الكميه اللي عطاتني راه كتجي كميه كثيره تبارك الله. جمعتها هنا في واحد السوبيره باش يعني باش ما يدخلش داك الهواء باش تبقى مقرمله هذا ما كان. المهم اخوتي هنا غادي سالي الفيديو ديال اليوم نمشيو نعسو خلاوني مرجله ما توزع سمعتوا واحد فرديه صغيره ما صورات معنا حتى شي حاجه اليوم ما عرفتش مالها بحالنا شي جهه تاع يونس. حتى هنا غادي سالي لا فيديو ديالنا كنقول لكم عيد مبارك سعيد ودخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. وما تنساوش الى عجبكم لا فيديو لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد ديالنا. يلا باي باي.